وأؤكد لكم جميعاً بأن يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار. تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل بإذن الله بالعزيمة والإرادة. الشعب المصري الكريم، أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة أنني أقدر تماماً حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطة التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة.